السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد وهزر دينا رجعت لكم فيديو جديد وسيزون جديد وشابتر جديد وأسلحة جديدة وسكنات جديدة وكل شيء جديد. اليوم يا شباب معانا فورتنايت الشابتر الثالث السيزون الأول. يا شباب تغيير كلي بالخريطة، بالأسلحة، بطريقة اللعب، كل إشي تغير حرفيا. يعني بتلعب لعبة ثانية أنت. بهذا الفيديو راح تشوف الرياكشن للباتل باس، للعرض، للأسلحة الجديدة والماب الجديد، وراح تشوف وراح تجيب المظلة إن شاء الله، وفي كم تريك هيك راح تفيدكم بالسيزون. تابعوا الفيديو للاخر، استمتعوا. واصح قبل ما نبلش لا تنسوا الكود 3 حروف فقط HZD. قبل ما تشتروا الباتل باس حطوه، بفيدني كثير ومشكورين. وبس استمتعوا. اوكي يا اخوان، فتحت اللعبة واخيرا. اوكي begin the next chapter. اوكي اخيرا فتحت لي 3 ساعات، 3 ساعات حرفيا قاعد بستنى. اوكي يعني البحر وصلنا على الجزيرة ولا كيف؟ عشان نفهم القصة. احيا دروبات، ايش فيه؟ في واحد قاعد هناك. امشي. احيا دروب فريم، ايه ليش هيك بيمشي؟ مين هذا؟ في هناك برضه واحد. مرحبا، وين اروح طيب؟ ايش هذا، سكن جديد؟ هاي قاعدين هناك مجمعين بحوض النبي ان شاء الله. اخذوني معاكم. ست. اوكي ايش هاي؟ هاي سكنات باتل باس؟ ايه we've all been through a lot the last few years and there's much more you don't even remember. We've all fought a good fight but until we set the zero point free we'll be facing threats like the last reality and worse. There will be no escaping it. That's why I need your help to destroy the imagined order. As long as they're exploiting the zero point, everything is in danger. Okay. With your help, we can free ourselves from this place and leave the loop for good. We can all go home. ينقذهم من أشياء بس أنا مش فاهم عشان القصة. هو بده مساعدتنا. أوكي هاي خريطة جديدة. في تمثال بالنص، لمين هذا؟ اوه والله ديم، والله ديم يا شباب. اوكي حماس من اولها. يلا اوكي، عرض البدل بس اتوقع او تريلر مش عارف. هو هذا التمثال للفاونديشن لو ذا روك. نايس سكن والله، هذا حلو والله. سبايدر مان ايه، ما يسكت بس طبعا باستثناء السكن على الشمال ولا على اليمين. اوكي يمكن نشوفهم. طيب ديش جوين كرو. كل هذا اعطوني اياه. اوكي يا شباب بسم الله، سكنات الباتل باس. اول سكن يا حبيبي بدي اشوف السكنات كيف فيو رورد. اوكي والله حلو، شخصية اتوقع جديدة مش معاد تصنيع، يعني مش معاد رسم بدون فلسفة. اوكي طيب اللي بعده ده، كيف بدي اشوف ستايلاتهم؟ اتوقع لهم ستايلات، مستحيل بس ستايل واحد. طيب خلينا نمشي على السريع. هاي ايش هذول؟ وسي ايه علينا. اوكي رقصة. اوكي هاي الشنطة، هذا ستايل الثاني. اوكي الاول احلى. خاي كثير خلاص. كثير صار في رقصات زي هيك، يعني سيارة تركبها وتمشي خلاص، يعني غيره. اوكي ما شفنا اشي. هذا ليش ياخذ طيارين؟ انا مش بمسح اللعبة هسه. اوكي
هاي حلوة أظلية، بذكرني بأيام فاي سيتي لما كنت أمشي على البحر هيك هيك تصير السيارة. أوكي إيش رقصة؟ برسم قلب حب. والله نايس. أوكي هذا، هاي الأسكام والله رهيبة. أوكي سنقع في الحب يا شباب. هذا إيش شنطة؟ بمسح اللعبة. كرو، اجا واحد للكرو هيك شكله تقريبا نفسه سبايدر مان، فكرت هذا السكن السري راح يكون. اوكي سبايدر مان، هاي ايش هاي؟ هاي تبعت الميم صح؟ تبعت الميمز هاي، بكون اثنين سبايدر مان واقفين قدام بعض اتوقع. اوكي حلو هاي الرقصة، وهذا الفاس تبعه. اوكي مظلة والله حلوة أغراض سبايدر مان، هذا السكن الثاني أو الستايل الثاني. هو في كمان ستايل سكن، أوه بس سبايدر مان بالبطيخ. والله وقعت في الحب يا شباب أنا. ليش هذا مولع هيك؟ ايش فيه؟ وفي كم فاير باللوبي، ما باللوبي. اوكي الماب يا اخوان، انا ما شفت اي تسريب اي اشي اي لغيت كل اشي من عندي عشان اشوف الماب لاول نظرة. هاي بارادايس هاي ولا ايش؟ معقول بارادايس رجعت؟ يا اخوان وين ننزل؟ اخوان كأنه نزلتي عاطلة، يا رب ما حد ينزل على السلاح هذا. ايش هذا؟ هذا ايش السلاح هذا؟ ليش يدمج؟ 31 اوكي، يا رب انها ما تكون تمشي اللامة. اوه شيت والله شكلها تمشي، معلش طلق المشكلة افتح. اوه شيت متهيألي. ايش هذا السلاح؟ قديش بدمج؟ 22. هذا ايش اس ام جي يعني ولا ايش؟ مبين اس ام جي. اوكي في واحد، انا اسف مع بوم. تكفى تكفى تكفى، معيش بمب والله. نايس بنك، انت عملت ايه؟ تخيل اقتله، حرام في واحد والله حرام. من وين جايب البمب؟ بعدين شو هالبمب هذا الجديد؟ ايش فيه؟ كل اسلحة جديدة هيك، فيش اسلحة قديمة؟ لا نايس. هاي التنت والله رهيب، هاي فكرتها ترميها تقدر تدخل جواها ب لا تنتهي، بتقدر ترميها تدخل جواها. لما تدخل جواها بتهيلك، بتضلها تهيل فيك، طبعا هي لا نهائي اتوقع. والفكرة الثانية انك تقدر تحط فيها اسلحتك الحالية، والجيم اللي بعديه اذا لقيت التنت اللي هي الخيمة بتقدر تاخذ نفس اسلحتك. طيب خلينا نجرب هذا الاشي، هي مثلا هذا الاس ام جي كيف نحطه؟ هي هون ستاش ايتم ون سلوت ون، تقدر تحط ل اوكي بتقدر تحط سلاحين والتالت كأنه بمصاري او بذهب. طيب بنحط هذا مثلا وخلاص نطلع. طب بدي احط كمان فيها هاي، حط فيها الشبكة كمان، اي هذا كمان نحطه بس خلاص هاتها. والله انها فكرتها رهيبة. في مني هنا مين بحكي انا؟ لا حرام بعشق، دقيقة دقيقة انا عشق قديش بعشق، كم ساعة بقعد يعشق يا حبيبي يا حبيبي امك. القوم نص ساعة عشان يعشق، هات كبه كبه حطها. اوكي نعمل ريست ريست يا حبيبي. ايوه شايفين خمسات والله سريعة، والله سريعة ديم، والله فكرتها رهيبة. خمسات يعني تقريبا كل ثاني خمسة، يعني بعشرين ثانية بتهيلك فل، والله رهيبة. نجربها. طيب نرميها هون. اوه شايفين هم موجودين اسلحتي،
والله نايس، هاي فكرتها انها رهيبة والله. هات هات خليها معنا. اوكي اخوان، هون هسه في عندكم فولت، الفولت هاي بدها شخصين عشان تفتحوها، لازم انت وصاحبك. بس بتقدر بدل شخصين بتقدر تعمل نقل لواحد من هذول. وين الثاني؟ احمله. دقيقة دقيقة بنرجع لك. تروح الفولت تفتح معك بس ايزي. طبعا هسه بيجي هذاك ماسك بسرعة. الله عليك والله يا اخي. اوكي يا رب يطلع لوت حلو. زق الله يحفظكم. لو ما فتحت الفولت احسن. طبعا تقدر كمان تفتحها بجاجة. بجاجة بتاخذ دجاجة، بتلاقي دجاجة اللي بتكون تمشي تحملها بتروح على الخزنة لحالها بتفتح معاك، بتعتبر دجاج شخص، والدجاج بتخش تدور كمان. وضايع انا ضايع. وين مضايع؟ حبيبي ايم، ايش في ايم؟ حبيبي ايم ضايع. والله شوي اجاني طلقة، والله كنت راح ازعل، والله كنت راح ازعل. اوكي هلو. اكلت الو. الو طلقة فيه. اصبر يا كلب. وين الزون راح؟ اح ليتس جو. والله ليتس جو. واخيرا يا شباب والله طولت جبت الفيكتور ريال. اوكي لو بعرف هاي ما ظلت السيزون ما كنتش فزت.